هذا يذكر، إحنا عندنا لا يوجد هذا الأمر كمصادر إسلامية، ولا سيما المصادر المعصومة لا يوجد أي ذكر من هذا القبيل. المعلوم أنهما كانا في مرحلة زمنية واحدة، وأنهما تربيا تربية متقاربة، وكان بينهم كثير من التفاعل والتبادل والتناصح، وكانا رسولين في وقت واحد ضمن دائرة متقاربة أيضا، إلى أن يحيى استشهد وبقي عيسى بن مريم إلى أن رفع إلى السماء يواصل هذا المشوار. فيها الأثناء على الأكثر زكريا توفي خلافا لاعتقاد بعضهم من أنه استشهد. الصابئة والمسيحيون قسم منهم عندهم أن زكريا أيضا قتل، وقد ورد هذا في بعض مصادر المسلمين غير الإمامية، أن يرون حديثا عن النبي أن جماعة كانوا يتحدثون عن الأنبياء والمفاضلة بينهم، فقال أين أنتم عن الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريا. من مصادر الإمامية لا يوجد تأكيد لقضية شهادة زكريا، ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لكان الحديث عنه كثيرا، ما يكفي هذا مجرد رواية فيها كلام في سندها أيضا حتى على طريقة مدرسة الخلفاء. وأن الشهادة بالنسبة إلى الأنبياء لا سيما في تلك الفترات لم تكن معهودة بهذا المستوى من الأسماء اللامعة في الأنبياء، فلو كانت لكان ذكرها كثيرا مثل ما هو ذكر شهادة يحيى بن زكريا. تقريبا اتفاق المسلمين من كل المذاهب على أن يحيى بن زكريا استشهد شهادة دامية، وذكر فيه الكثير من الأحاديث والروايات والمقارنات، بينما لم يذكر عن زكريا إلا رواية واحدة. ولذلك نعتقد أن وفاته كانت وفاة طبيعية وعادية، وإنما الشهيد هو يحيى سلام الله عليه، والذي ذكر في شهادته أمور كثيرة، من ذلك ما ذكره الشيخ المبرور الشيخ حسين العصفور رضوان الله تعالى عليه، متوفى 1214 هجرية، صاحب كتاب السداد، ويعد من علماء المدرسة الأخبارية الكبار، ويرجع إليه في التقليد في بعض هذه المناطق التي تنتهج المنهج الأخباري عند الشيعة. عنده أيضا كتاب حول وفاة النبي يحيى بن زكريا، ذكر فيه عددا من الروايات التي تفيد بشهادته، وغيره أيضا ذكر هذا المعنى، حيث اشتمت المشابهة بين شهادة يحيى وشهادة الإمام الحسين عليه السلام في كثير من الموارد. فكلاهما قتل على يد طاغية زمانه، على يد حاكم فاجر فاسق، هذا على يد يزيد وذاك على يد إما هيرودس أو بيلاطوس، الذي كان يريد أن يتزوج امرأة لا تحل له. بعضهم قال هي ابنة زوجته ربيبته، وتعلمون أن الربيبة لا تحل على الإنسان، لو أنك تزوجت امرأة وكان عندها بنت من شخص آخر هذه ربيبتك، لا يحل لك أن تتزوجها سواء كانت أمها عندك أو طلقت أمها أو ماتت أمها، هذه خلص في حكم بنتك تقريبا، وقد ورد تحريمها في القرآن
وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب، فهذا كان يريد يتزوج ربيبته. يحيى أعلن مخالفته لذلك وخطب في الناس وتكلم وأن هذا جرأة على أحكام الله وحرام شرعا وخلاف الفطرة، وبعضهم قال لا، كان يريد ما هو أشنع من ذلك، وهو أن يتزوج ابنة أخيه. بنت أخيه كانت فتاة فاتنة وجميلة، وكانت أمها تريد المال أيضا. لما تصير بنتها زوجة للحاكم، طيب، لا شك أنها ستكون هي سيدة في البلاط، بس هي بنت أخ الحاكم، كيف يتزوجها؟ لا يجوز. طيب، بنت الأخ تحرم على الأخ أن يتزوجها، لكن هو كان قد عشقها وأراد الزواج منها، وزادت معارضة يحيى في ذلك حول هذا الموضوع وحول سائر المنكرات، لكن هذه أخذت مبرر للانتقام منه. قيل إن هذه المرأة الفاجرة العاهرة زفت إليه متزينة متبرجة، إلى أن سيطرت على قلبه فقال لها: تمني علي ما شئت. فقالت له: رأس يحيى بن زكريا. قال لها: اطلبي غير هذا. قالت: لا أريد غير هذا، هذا اللي أريده، لا أريد مال ولا أريد غيره، هذا أريده. فقام هذا اللعين بأن أرسل إلى يحيى من جلاوزته وقطعوا رأسه، وجيء برأس يحيى بن زكريا في طبق إلى هذه البغي، هذه الفاجرة، هذه العاهرة. وهذا أحد ما استشهد به الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج من مكة. قال له بعضهم: يا أبا عبد الله، لا تخرج، يقتلونك، يسفكون دمك. فقال: إن من هوان الدنيا على الله أن رأس النبي يحيى بن زكريا قد أهدي إلى بغي، امرأة فاجرة، إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني أنا أيضا لي بهم أسوة في هذا، مو أول شهيد في سبيل الدين أنا، ولا آخر شهيد، قبل الأنبياء وقبل الأوصياء ضحوا في هذا الطريق. وأهدي رأس يحيى إلى ذلك الفاجر، كما أهدي رأس الحسين عليه السلام إلى هذا الفاجر اللعين يزيد ابن معاوية، لكن بفارق أن رأس الحسين عليه السلام أولا كان معه عياله ونسوته ويتاماه، ولم يكن مع رأس يحيى بن زكريا هذا، فإنهم لم يكتفوا في الحسين بأن قتلوا الحسين وقطعوا رأسه، وإنما أجروا على بدنه الشريف خيولهم، ثم بعد ذلك شهروا بنسائه ويتاماه في الطرقات إلى أن أوصلوهم إلى الشام. وفوق ذلك أيضا لم يقدم هكذا، وإنما قام اللعين يزيد وأخذ عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا الأمر اللي أثار العقيلة زينب عليها السلام، وقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن إلى أن تقول ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها
بمخصرتك. عندما رأت ذلك زينب صاحت وأخاه وحسينا وابن رسول الله يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقة وندهت يا شلت يمينك يا الضربته لما سمعني الرجس لمت يا شتمني وتعدت لا شتمت ضرب الحسين عليه السلام رأس الحسين في ذلك المكان هيج الأحزان الكامنة وأطلق الشجاع المأسور في القلوب. لذلك قامت أيضا الرباب ورأت وجه الحسين يضرب. الرباب زوجة الحسين صاحت وأنشدت شعرها المعروف وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء. سكينة أيضا بنت الحسين قامت وصرخت وأبتاه وحسينا عم زينب هذا رأس والدي الحسين زينب يا عم انفطار قلبي وصار شطره هالرجس شوف شفعايا البراس والحسين ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرق اشفاثه بقضيبه يترنم مكيف دهل الدمع يا عين وحسينا فلا نسيت حسينا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.